نعم تسابيح، دعينا بداية نفصل الأمر بأن ما يجري الحديث عنه عن إبرام صفقة لتبادل الأسرى تمتد لأسابيع هي ليس بعيدا عن الحديث عن الأفق السياسي، لأن عمليا قضية وقف إطلاق النار والدخول في صفقة تبادل يجب أن يكون لها جذور سياسية، ويجب أن يكون هناك يعني أفق سياسي. وعلى ذلك الجانب الفلسطيني وخلال اتصالاته مع الجانب الأمريكي أكد لنا المصدر بأن الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، والتي تدخل في مسار الانتخابات والصراع الانتخابي في الولايات المتحدة، طرحت على الفلسطينيين بأن يكون هناك قرار يمكن لها أن تمرره في مجلس الأمن يقول بأن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم دولة. الفلسطينيون قالوا بأن هذه الإدارة قد لا تستمر بعد الانتخابات الأمريكية، وهذا الذي طرحوه بشكل واضح عليهم، وقالوا لهم إذا ما كنتم تريدون فعلا تحقيق رؤيتكم في حل الدولتين فعليكم أن تمرروا قرارا واضحا وصريحا بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. هذا هو الطرح الفلسطيني حتى الآن، ولكن هذا الملف أيضا حمل من الفلسطينيين إلى الدول العربية الفاعلة الوازنة سياسيا والتي لها علاقة بالصراع كالأردن ومصر والسعودية والإمارات للتفاعل مع هذه الأفكار وهذه الفكرة. وكما فهمنا على ذلك سيتم الاجتماع الرباعي في لربما في الأردن أو في الرياض، حتى الآن لم يحدد المكان، على مستوى وزراء الخارجية لربما، وسيكون هناك أيضا الملك عبد الله الثاني ملك الأردن حاضرا. قال لنا المصدر بأن المملكة العربية السعودية متحمسة جدا لقضية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأن لا تطبيع، وهذا ينسجم مع رؤيتها، رؤية المملكة العربية السعودية، أن لا تطبيع مع إسرائيل قبل أن يكون هناك أفق سياسي واضح يفضي إلى حل الدولتين وإنهاء حالة الصراع والحرب مع إسرائيل سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. سيجتمع الأطراف لبحث الموقف العربي الشامل والواضح، ويأخذون مخرجات هذه الاجتماعات إلى واشنطن عبر الملك عبد الله الثاني الذي سيزور واشنطن ووضعها بين يدي الإدارة الأمريكية كرؤية عربية شاملة للحل، وقف إطلاق النار، وعلى أساس ذلك يتم هناك البدء في مسار سياسي واضح منخرطة ومنسجمة معه جميع الدول العربية. وهذا لربما سيكون قريب كثيرا تسابيح لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002. نضال، بحسب القراءات الداخلية وقياسا حتى على التصريحات الأخيرة لبنيامين نتنياهو، الآن الشرط الفلسطيني بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 كمدخل لإنهاء الحرب، وقبل الحديث حتى عن أي صفقات ربما تكون قادمة لنقاش هدنة مؤقتة تطلق سراح بعض الأسرى، ما فرص تمرير ذلك؟ نعم تسابيح، يعني أولا بالنسبة لنتنياهو الحديث الذي تفضل به الزميل فراس هو يعني تقريبا إعادة رسم أو تشكيل للمبادرة العربية، وموقف نتنياهو كان واضحا من المبادرة العربية. نتنياهو لا يريد ولا يستطيع أن يصل إلى دولة فلسطينية أو يوافق على دولة فلسطينية. بالنسبة لنتنياهو لا هو شخصيا ولا الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو مستعد لدولة فلسطينية. نتنياهو يريد محادثات وربما صفقة تبادل مع حركة حماس، لكن ليس أكثر من ذلك. إذا أردنا أن يعني نوصف وضع نتنياهو الآن، كيف ينظر نتنياهو إلى كل ما يجري وإلى الجهود الأمريكية والعربية، نتنياهو يرى وكأن الولايات المتحدة تحاول إعطائه حبة الدواء المرة المسمى الدولة الفلسطينية وإقناعه بأخذها عبر تغليفها بالحلوى المتمثلة سلام مع المملكة العربية السعودية وبعض من الدول العربية، وبالتالي الوصول إلى حل قضية قطاع غزة. لكن نتنياهو ليس طفل، ونتنياهو يعرف ما يريد. نتنياهو يريد الحلوى فقط، هو يريد السلام مع السعودية، وبالنسبة له هذا مشروع حياته، لكنه ليس مستعد لأخذ حبة الدواء كما قلنا المسمى الدولة الفلسطينية، لأنها بالنسبة لنتنياهو سم سيؤدي إلى انتهاء حياته السياسية. ولهذا نتنياهو يراوغ الآن. بالنسبة لنتنياهو هو
يفضل الحديث عن الدولة الفلسطينية، هو يشجع الحديث عن الدولة الفلسطينية بشكل غير مباشر، لأن مجرد وجود الأحاديث الدولية عن دولة فلسطينية، الضغوط التي تمارس على إسرائيل من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى دولة فلسطينية، هذه فزاعة مهمة، هذه تخلق أجواء من التخوف في الشارع الإسرائيلي الذي ما زال بأغلبيته يعارض دولة فلسطينية. وبالتالي هكذا الضغوط الدولية بالنسبة لنتنياهو يمكن أن يقوم نتنياهو بتحويلها إلى ضغوط على الداخل الإسرائيلي وإلى شعار الانتخابات القادمة، أنا الوحيد الذي أستطيع منع دولة فلسطينية، جانس أو أي مرشح آخر ذو حظوظ مقابل نتنياهو سيتم اتهامه فورا بأنه هو من سيمنح الدولة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية. وبالتالي هذا كان شعار نتنياهو السابق وهذا شعار نتنياهو القديم الجديد الذي ضمن له الانتخابات في المرات القادمة، وعلى الأغلب سيستعمله في هذه المرة. نشير فقط نضال إلى أنه توازيا مع الشرط الفلسطيني للقيادة، الإدارة الأمريكية طرحت على الجانب الفلسطيني تمرير قرار في مجلس الأمن يؤكد حق الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية، وهو طرح أيضا رفض من الجانب الفلسطيني. من رفح جنوب قطاع غزة أشرك معنا في هذا المباشر الزميل حازم البنا. حازم، دعنا في صورة أبرز التحديثات لديك على الصعيد الميداني العسكري، وإن كان هنالك أي جديد على الصورة الإنسانية خاصة مع استمرار عمليات الحصار والاستهداف في محيط مشفى الأمل وبعض المشافي أيضا في خان يونس بجنوب القطاع. نعم تسابيح، يعني ربما آخر التطورات الإنسانية الميدانية في ذات الوقت هو معاودة الطائرات المسيرة الإسرائيلية إطلاق نيرانها على مجموعات من المواطنين كانت يعني متجمعة قرب دوار ما يعرف بالكويت، دوار الكويت في مناطق جنوب شرق مدينة غزة، هذه المنطقة التي على ما يبدو هي آخر نقطة تستطيع تصل إليها بعض الشاحنات المساعدات. أطلق الرصاص على مجموعات من هؤلاء الذين اندفعوا بالآلاف، وبطبيعة الحال يتكرر هذا الأمر في كل مرة ترد أنباء ربما عن وصول شاحنات مساعدات إلى مناطق مدينة غزة، يتوافد الآلاف في مشهد قاسي ومحزن في الحقيقة، ويقول المواطنون بأنهم يتعرضون إلى الإذلال جراء تقييد دخول هذه المساعدات وعدم تنظيم توزيعها، يتدافع المواطنون بشكل كبير جدا. رصدنا بعض المشاهد اليوم لآلاف من المواطنين يقولون بأن هذه رحلة محفوفة بالمخاطر لأنهم يتعرضون للمشي لمسافات طويلة جدا حتى يصلون إلى هذه المناطق، معروف بأنه لا توجد وسائل نقل مواصلات بسبب انعدام الوقود في هذه المناطق، وأيضا يتعرضون لإطلاق الرصاص والقصف المدفعي أيضا الذي أودى في اليومين الماضيين إلى 20 قتيلا. تكرر هذا المشهد اليوم حينما اندفع الآلاف منهم للحصول على أكياس الطحين. أيضا فيما يتعلق بالمعارك الدائرة في مناطق مدينة خان يونس، ما تزال القوات الإسرائيلية تطبق بحصارها على مشافي المشفى الأمل ومستشفى ناصر، وهناك حديث عن يعني اضطرار مجموعة من المواطنين داخل المشفى اليوم لحفر قبر جماعي دفنوا فيه نحو 30 جثمان لمواطنين مجهولي الهوية، وكانوا في اليوم الماضي أيضا قد دفنوا 150 جثمان أيضا في مقبرة جماعية داخل هذا المستشفى، ما يعني بأنه هؤلاء المحاصرون داخل مجمع ناصر الطبي لا يستطيعون الخروج حتى لدفن هؤلاء الضحايا، لذلك يضطرون إلى حفر هذه القبور الجماعية داخل المشفى. وهذا سيناريو عمليا تكرر داخل مجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة، وكذلك الأمر في مشافي شمالي القطاع، ونفس السيناريو الآن يتكرر مع مشافي جنوبي القطاع التي باتت محاصرة وتحت مرمى النيران الإسرائيلية، كما يجري مع مستشفى ناصر ومستشفى الأمل الذين يتعرضون لإطلاق رصاص وأيضا القذائف المدفعية في محيط هذه المشافي، وعدم قدرة الطواقم الإسعاف للخروج من داخل المشافي لنقل الجرحى إلا بتنسيق مسبق. وبخلاف ذلك طبعا مشاهد النزوح التي ما تزال متكررة، وأعداد الضحايا الذين يتساقطون باستمرار جراء
نسف عدد كبير من المنازل في منطقة خان يونس التي على ما يبدو بحسب تقديرات الإسرائيلية بأن القتال سينتهي فيها خلال أيام مقبلة مع يعني سحب اللواء الاحتياط الرابع كما يقول الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم. من رفح جنوب قطاع غزة حزم البنا، من القدس نضال كنعنة، ومن رام الله فراس لطفي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات والتحديثات أيضا.